آخر التطورات الميدانية في محافظة حماة ومن الريف الشمالي نبدأ، حيث تقدمت قوات النظام من تل بزام باتجاه مدينة مورك، ولقد تصدى الجيش الحر لها وجرت اشتباكات عنيفة على الطريق الدولي بالقرب من الجهة الجنوبية للمدينة، ولقد استهدف الجيش الحر الرتل المتقدم بقذائف الهون والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، وتم تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات النظام، حيث قتل ضابط برتبة ملازم مع 10 عناصر، كما تم تدمير آلية عسكرية وعطو الدبابة من ضمن الرتل التابع لقوات النظام. وفي سياق متصل، قصف طيران النظام الحربي بالصواريخ الفراغية مدينة مورك، كما تعرضت مدينة مورك وقرية الزكاة إلى قصف مدفعي من قبل حواجز النظام في مدينة محردة، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المنازل بالمناطق التي استهدفها القصف، ولم ترد أنباء عن إصابات. وفي سياق آخر، قامت قوات النظام لليوم الثاني بمداهمة الحي الغربي من بلدة قمحاني، ونفذت حملة اعتقالات طالت عدة أشخاص. وفي الريف الجنوبي، تصدى الجيش الحر لميليشيات الشبيحة التي حاولت خطف المدنيين من الأراضي الزراعية في بلدة طلف، ولقد تمكن الجيش الحر خلالها من قتل وجرح عدة عناصر من ميليشيات الشبيحة. وفي سياق متصل، ردت قوات النظام بقصف قرية طلف وبلدة حرب نفسها بالطيران الحربي، كما تعرضت قرية طلف وبلدة عقرب إلى قصف مدفعي من قبل قوات النظام المتمركزة في القرى الموالية، مما أدى إلى سقوط عدة جرحى من المدنيين في قرية طلف، وإلى حدوث أضرار مادية في المنازل بالمناطق التي استهدفها القصف. وأخيرا في المدينة حماة، شنت قوات النظام حملة مداهمات وتفتيش في حي الحميدية والقصور وكازا والتوحيد، أسفرت عن اعتقال عدة أشخاص من المدنيين، كما جرى انتشار أمني في معظم أنحاء المدينة، وتم تفتيش السيارات والتدقيق على البطاقات الشخصية من أجل المتخلفين عن الخدمة الإنسانية، وتم رصد تحليق مكثف للطيران الحربي بشكل مكثف في سماء المدينة باتجاه الريف الشمالي. شبكة حماة تناديكم.